ان شاء الله من روعه غزه ونرتاح من هنا العيشه، اصل هذه العيشه متعبه متعبه وبدهاش الا القوي، الضعيف بيضيع. يعني بدهاش الا القوي، الحرب ما قوتكيش؟ لا والله قوينا، الحرب علمتنا القوه وندافع عن حقنا وكيف، اصل هلقيت اشوف الميه عليها كتال، بس هلقيتها كيف القوي بيجي اللي بيكون اخر واحد بصف اول واحد، كل ما تكون ضعيف وكل ما تكون ساكن بنهشوك الناس. امي كمان بتقدرش انها تحمل، عاد انا بحمل عنها وماليش انا اخوه. انت بنت شهيد؟ اه بابا استشهد في الحرب، انا يعني بحمل جلان، يعني فيش حدا يعني الشباب بيقدروش يحملوها، يعني حتى امرار بقول للناس في الشارع يحملوها من كتر ما انا بتصعب في حمل الميه، وهذه الحياه يعني بتضلها رايحين جايين ما بنقعدش، الشغل بيخلصش يا عجل يا على الهذا، والدنيا شوب والخيم كل ما نقعد فيها هيك خلص بصير العالم جزرك منها زرقاء زي الفرن بجد. قديش عمرك؟ انا عمري 14 سنه. عمرك توقعت انك تقومي بهذه الادوار كلها؟ لا والله ما توقعتش انه بابا يروح من عينه، ولحتى الان انا مش مصدقه انه بابا راح مني، بس الحمد لله ربنا اخذ الشهيد واصطفاه شهيد الحمد لله، يعني ما توقعناش انه انا نعيش احنا في خيام، الحمد لله ربنا اصطفانا يتامى ومنيح الحمد لله، بس الاب نعمه ما بتعوضش.